أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم. طبعا نحن فترة طويلة جدا أو تقريبا شهرين في المملكة العربية السعودية وتنقلات في مدن السعودية. اليوم نعود إلى الاستديو. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، مهم بالنسبة للناس اللي تخرجوا هسا عندهم دبلوم، وبالنسبة للناس الموظفين في الدولة، العمال في الدولة، وبالنسبة حتى الناس اليوم في الجامعات وفي المعاهد. الموضوع اللي بنتكلم فوقه ده اليوم مهم جدا، وبداية كي اسمحوا لي أن نرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهو معالي وزير الوظيفة العامة والأمل. سيادة الوزير، أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، اليوم مثل ما كلمتكم موضوعنا مهم، لأن اليوم بنتكلم عن الشهادات المزورة، فود دبلوم. الفود دبلوم ده كل يوم بنسمع بي في الشارع، نسمع بي في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، كونه في ناس كربوهم عندهم فود دبلوم. وفود دبلوم ما 100 ما 200 بالالاف، واكيد كل واحد منكم الكلام ده عارفه، وخصوصا الناس الموظفين في الدوله، كونه في ناس اليوم قاعدين في الدوله موظفين في تشاد عندهم شهادات مزوره وظفوهم بها، فو دبلوم وظفوهم به، انتجروهم به اليوم في الدولة. وللأسف الشديد في ناس شايفين نفسهم هم فوق القانون، بيسموهم انتشابل. انتشابل دول ناس لا يمسهم السوء، يعني كي شهادة مزورة ودبلوم مزور كلها هو كزول يقدر يلمس ما فيه، انتشابل دول لا يمسهم السوء. وكلام ده غلط. اليوم في فوقتنا اللي منعيش فوقه وتشات بتعيش أزمة، ده ما في زول بيقولوا لي انتشابل، ما في زول بيقولوا فوق القانون. اليوم الحكومة شكلت لجنة جديدة، اللجنة دي عشان تقوم بتفتش الشهادات، تشفها الشهادات الصحية وني والشهادات المزورة، يعني عشان الناس ما يقعدوا يأكلوا أموال الدولة ساكت بشهادات مزورة. يعني أنت توظف 10,000 شخص، 8,000 شخص شهادات ما عندهم، أو كمان شهاداتهم مزورة، وفي ناس عندهم شهادات وعندهم دبلوم قروا في تشاد وقروا برا كلها قاعدين ويقودوا في الشارع، وناس الدبلوم المزور دول يقودوا موظفين في الدولة يتقاضوا سالير أو يتقاضوا راتب. كلام ده قالوا من بعد اليوم يبقى ما فيه، حاليا شكلوا لجنة. لكن اللجنة شكلوها دي قبلها ذاتك سمعنا كونه في ناس كنترول قاموا سووا فحص للشهادات وقاموا طلعوا شهادات مزورة، لكن أثرك ما شفنا، الكونسيكونس حقك ما شفنا. وبالتالي اليوم كله بالتالي بنشئ لجنة جديدة. ده ما بنقول اللجنة الجديدة ذاتها مثل اللجان السابقة، بس وزير الوظيفة العامة والعمل هو من المسؤولين من اللجنة دي، اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الوظيفة العامة والعمل هو النائب، لكن هو بس المباشر العمل، وهو المسؤول من العمال في تشات كلهم. كل يوم ما أي في داخل الاستوديو نشوفه ونتكلم عن اللجنة شكلوها الجديدة دي، الفرق بينها وبين اللجان السابقة شنو. اللجنة ذاتك الأهداف انت الرئيسية أو الأوبجيكتيف برينسيبال حقك شنو، كلنا عارفوه من وزير الوظيفة العامة. الناس اللي بيقولوا انتو شابل، او الناس اللي بيقولوا لا يمسهم السوء، الناس اللي بيقولوا هم دول ناس قويين وكتفهم تقين، دول اللجنه الجديده دي كيف تستطيع ان تتعامل مع الناس دول؟ ها، عشان ما نسمع انسان موظف في الدوله وعنده شهاده مزوره ويجي اليوم كله مستمر في الوظيفه العامه ويقول لنا زول بلمسه ما فيه. والدوله اليوم دخلت في ازمه وفي كريس، لان المهابه والمجاملات دي هي اللي دخلتنا في المشاكل اللي موجودين فيها اليوم. في شبكة ناس بيسموهم رزو، شبكة موجودة قاعدة في جمينا أو قاعدة في تشات كلها بتسمع بها. أي إنسان عنده دبلوم وعنده شهادة بدور انتجراسيون لابد ينطوهم قرص. في ناس وصل الوظيفة وصلت بأين مليون، الوظيفة وصلت بسنسا مل، الوظيفة وصلت يعني بواحد مليون وبمية ألف. يعني كيف إنسان بدور بدخل الوظيفة العامة ويبقى صالح للدولة ولابد يدفع قروش حتى يوظفوه؟ وزارة الوظيفة العامة قاعدة بتسمع الكلام ده كيف تسكت؟ وزير الوظيفة العامة يكلمنا عن الناس دول، يعني كيف الوزارة تتعامل معاهم؟ ناس موظفين في الدولة قاعدين، لكن عملية التثبيت عملية التثبيت التيتلاريزاسيون
وعملية الأفانسيمان أو الترقية بتطول مرة واحد، واحد بدار السنة سنتين ما بلقى ترقية، سنة سنتين ما بلقى الأفانسيمان. نورمالمان نظام السيكاسبيس هو جديد ده، تلقائيا الإنسان تم سنتين على طول يلقى الأفانسيمان دون ما يتحرك. لكن كيف النادم بعد النظام السيواني الجديد بالتالي الإنسان يتعب يتحرك؟ في ناس ودوهم المناطق برا، وفي ناس في القرى موجودين موظفين يتعبوا يجوا جمينا يقعدوا مع أهلهم عشان يطاردوا شهاداتهم. المشكلة دي المعضلة دي كيف الوزارة تحلها لنا؟ أنا كلامي كثير جدا والمسائل كثيرة جدا عشان الضيف معانا، وضيفنا أيضا إنسان ما شاء الله يستطيع أن يفصل لنا الكلام، وهو شخص واضح في كلامه. ومن جه في الوزارة دي اليوم الوزارة بدأت تتحرك وما شاء الله عمل ماشي كويس. فأنينا اليوم نتكلم معايا في المواضيع دي كلها ونشوف مع الوزير كيف نستطيع نخلص المواضيع مع الوزير. طبعا أنا كلامي في البداية كي كلام كثير لأن الموضوع مهم جدا مثل ما قلنا، لكن دايرين منك اليوم نفصل بعض الأشياء دي عشان الناس تفهمها والمواطنين ذاتها يعرفوا شنو القايد. أولا كحتى اليوم كعدد موظفين الدولة ذاتها كأن إحنا ما عارفين، وكثير من الناس ما عارفين موظفين تشاد كم. فأنت كوزير التعليم وزير الوظيفة العامة والعمل أيضا مسؤول من الموظفين في تشاد، دايرين أنك تكلمنا موظفين تشاد حتى هذه اللحظة اللي نتكلم فوق دي عددتهم كم؟ شكرا الأخي علي. نشكر تلفزيون تشاد بما يقوم به من المجهود، وبرنامجكم يعني برنامج مستمع عند جميع التشاديين، ونطلب الدوام في هذا البرنامج إن شاء الله. فعلا يعني أنا وزير وظيفة العامة والعمل ومكلف بالحوار الاجتماعي. تمام. وزارة الوظيفة العامة هي آلية بتاع الدولة تنفذ سياسة الدولة بما يخص الوظيفة العامة، بما يخص العمل، بما يخص الحوار الوطني، بما يخص سؤال قدمت لي بعدد موظفين تشات. حاليا عندنا 72,415 موظف. 72,415 موظف. عجيب. تمام. في ديل عندنا الموظفين يتقسموا، عندنا الموظفين المدنيين دي الوزارة والوظيفة العامة هي التقوم بتوظيفهم بترقيتهم وبما يخص أفانسيمان حنم. تمام. وديل عددهم 63,012. تمام. 63,012. تمام. ده عدد موظفين بنادوم بيرسونال سيفيل دي ليتا أنينا يعني نقوم بعملهم. تمام. البواقي يكونوا في البوليس، إنهم يعني قانون خاص. هناك عندنا حوالي 513 قاضي ديل كله قانونهم خاص ما بخصوا في وظيفة العامة، يعني هم من كل كارير حنام بيجربوا بصل من وزاراتهم هناك قانون خاص عندهم. إذن عدد موظفين تشاد مثل ما قلت البيرسونال سيفيل أنا إيتا 63,012. بالنسبة للموظفين أنت قلت إجمالي عددتم 73,415. 73,415 الأسة حاليا شغالين في الدولة دول، هل 63,000 دول كل ما وقت بيشوفوا الناس اللي فاتوا ريتريد والناس التوفوا والناس اللي كده بتطلعون من العدد ده؟ كل سنة عندنا يعني حس حاليا، وأنا السنة 2018 خلاص يعني أحسينا وكتبنا للوزارات أخبرنا بأخبروا الناس يكونوا جاهزين بعد أي واحد شهر جاي يكون مستعد ليمشي على المعاش. وهناك في حالات الوفيات كلها كلما يعني لقينا حالة الوفاة يعني الوزارة كتب لنا نينا ننقص من العدد. عدد عندنا حصة حاليا ده يعني عدد لشهر 12 2016. يعني شهر 12 2016 يعني تقريبا السنة الفاتت. يعني من السنة الفاتت لليوم ده كأننا نقول في جات عندنا 73,415 موظف بشولوا سالير من الدولة. تمام.
بالنسبه للعدد الموظفين ده كويس جدا، عدد الموظفين 73 ألف ده مقارنه في الدول الثانيه ده يعني عدد قليل ما كثير جدا، لكن العدد ده ايضا محتاج الى تنقيح، محتاج الى بعض الناس لابد يخرجوا منه، لان العدد ده فيه الكلام ما يقول فيه ناس ما رسمين كل فوق. لكن بالنسبه لشروط الدخول في الوظيفه العامه، يعني هل كل انسان عنده شهاده كرتونه بس بيجي برميها وبوظفه في الوظيفه العامه، ولا الوظيفه دي عندها شروط لابد بعد ما تلقى الدبلوم ذاتها لابد الشروط دي توفرها تتندس الكونديسيون ذاتها كده؟ فعلا يعني الشروط على الدخول على الوظيفه العامه كان مصدور في قانون 17 رئاسة الجمهورية ألف 2001. هذا القانون يخص كل الموظفين الفونكسيونير عن الدولة. في هذا القانون في المادة 5 القانون يقول يعني أي تشادي عنده حق يكون موظف في الدولة إذا وفى الشروط، والتوظيف يكون بدون أي عنصرية ولا قبلية جنسية ولا إرخية ولا إقليمية ولا دينية. تمام. كل تشادي له الحق يتوظف إذا توفى الشروط. تمام. الشروط شنو هناك؟ الشروط القانون الرقم 32 أنا قانون 17 يقول أي تشادي، أي زول يكون موظف يكون تشادي جنسيا. جنسية تشادي. يعني يكون تشادي إرقيا. أوريجين دوريجين تشادي. تمام. بعد ذاك الأجنبي اللي يجي جنسية عن التشاد يبقى تشادي لابد جنسيته تكون لمدة 5 سنوات على الأقل. على الأقل يلقاه بعد 5 سنوات الثاني يتوظف، قبل هذا المدة ما ممكن يكون موظف تشادي. يعني أي أجنبي جه تشاد وقعد كي لقي جنسية تشادية ده بعد 5 سنة ده له الحق يوظفه. بعد 5 سنة عنده حق يكون يترشح ويكون موظف في تشاد. تمام. ثاني الموظف التشادي الإنساني لما يكون موظف تشادي لابد يكون صحيح البدن والعقل. تمام. لكن هناك في شيء ما في كل العمل الإنسان يكون صحيح البدن. صحيح البدن في بعض من التوظيف ما ممكن نوظف إنسان ما عمل ما يليق صحيا مع هذا العمل. لكن في بعض من الأعمال الإنسان المعوق ممكن يكون زي إيده مكتور رجله مكسورة أو ياتو ممكن يكون موظف ويشتغل في بعض من الأعمال المثالية، لكن المثالية يكون ما ممكن في كل الأعمال زي المعوق يكون. لكن هناك المعوق الما يتوظف المعوق أخليا. إنسان كمجنون، إنسان كسلوكياته ما كويس، ده القانون بحما ما يكون موظف. تاني من الشروط بعض من الأمراض ما تليق مع بعض الأعمال كأمراض الجهة وبعض من الأعمال، ده ذاته ما ممكن الإنسان يتوظف في بعض من الأعمال. ثالث الأمر التوظيف، يعني زول يتوظف ده يكون أمره بالأقل 18 سنة وبالأكثر 40 سنة. يعني على الأقل كه عمره كما ليك 18 ده ما يوظف، ما ممكن يتوظف إلا بالأقل يكون 18 سنة وبالأكثر 40 سنة. لكن في حالات خاصة تارية، إذا في كان حال خاص إنسان لعمر 45 يتوظف بمرسوم رئيس الجمهورية. يكون بمرسوم أنا رئيس الجمهورية. يعني إنسان كان عمره تم 45 سنة ده يوظفه، لكن لابد يكون بمرسوم رئاسة الجمهورية. بمرسوم رئاسة الجمهورية ده خاص، توظيف بحال خاص ما عام. العام ده إلا من 18 إلى 40 سنة. ده بأرتي. ده بأرتي. تمام. ده بأرتي عن الوزير. تمام. جميل جدا. في الناس انت بتقول لي مع الوزير الانسان المجنون حتى لو عنده شهاده ذات القانون بيقول الانسان المجنون ما ممكن يوظفه في الدوله، لكن الانسان المجنون اذا كان موظفه في الدوله عنده 2 3 سنين دهاب وظفوه بس وانجن بيجي مجنون، كتبوا له رابور فلان الامس اريتي مرق وظفته ده حتى حاليا ده بيجي مجنون، انسوا كيف؟ فعلا الحالات ما الجنو هيدا، حالات الامراض كلها. اي انسان موظف بيجي مرضان بندو إجازة عن علاج لمدة معينة. تمام تمام. بنادو إجازة خسيرة، بعد ينتهي من هذا العلاج ما لقي صحة بندو إجازة طويلة. أيوة. طويلة المدى من 6 شهور إلى سنة وزيادة. في هذا الوقت ده
الراتب ما يدو كله، يدو بنص الراتب، ما يدو كله، يدو يعني نص الراتب. بعدك اذا ما لقى العافيه اللجنه عن الوظيفه العامه المكلفه بالاستشاره تجتمي ويشوف في حالته اذا ما ممكن يلقى العافيه ممكن يستخلوه مره واحده يمرقوه من الوظيفه العامه. مثل ده الترتيب ما ممكن انسان طوالي استجنى شقاله استجنى نقوله نمرقوه لا، الا يكون يدو مده بتاع علاج قصير، اذا ما لقى العافيه يدو مده طويل، اذا ما لقى العافيه بعد ذاك ثاني ترتيب بتاع تخريجه من الوظيفه العامه يتم. تمام، كلام مفهوم جدا. بالنسبه للانسان الاخل بالشروط دي، الشروط دي ما توفر فوق ده ما خلاص ما بتوظف. الانسان اللي وظفوه في الدوله وبعدين خالف القانون وقلنا لابد ده خلاص ما صالح للوظيفه العامه في الدوله لابد ان نفصله، في ناس بتقول لك فصلانا لابد يكون البرلمان هو اللي يتخذ القرار، وفي ناس بتقول لك لا ده بارتي من الوزير كله ممكن يفصل لان خلاص خالف القانون. لا فصلان بتاع موظف ما بيمشي البرلمان. البرلمان بيسود في القوانين ما بيسود في تمام. اشياء تنفيذيه تمام. اذا يعني الفصلان يكون بقرار وظيفه العامه، لكن هناك في لجنه من هذا لجنة بتاع أخلاقيات. اللجنة ده بتجتمع وتدرس الأحوال، إذا الزول ده جريمة بتستهيك فصلان تختاره لوزير الوظيفة العامة ويقوم بفصلان هذا الموظف، لكن ما بكون بطريقة البرلمان. واللجنة الكوميتاء عن الديسيبلين ده هو ذاتك عند ممثل حقه، فيها نقابات فيها ناس بتاع وزارة، والهي اللجنه دي تدرس الحال تشيفة الحال ده يستهيك فصلا ام لا يستهيك، او يستهيك اواخب عقوبات اخرى من قتي الراتب، او يعني الموظف يتوقف لاي وقت معين، ده كله يعني اللجنه عن الديسيبلين ده هي التليم تدرسها. تمام. ده كلام جميل. يعني انسان موظف في الدوله فصلنا ما شيء عادي، ما شيء سهل، لابد يمر بلجان واللجان كلها تجتمع وتتشاور فيما بينها هل يقصد يستحق الفصل او لا حتى يفصلوه. بالنسبه للناس اللي عمرهم 18 سنه، انت بتقول لي انسان بوظفوه في الدوله عشان يدخل الفانسيون بيبليك لابد عمره يصل 18 سنه ما فما فوق، اما عمره 15 14 ده ما ده ما ده ما ده ما, ده ما بتوظف. لكن على حسب الاشاعات، يعني احنا ما بنبني معلوماتنا دائما الاشاعات، الاشاعات دي نخليها اشاعات بس. في ناس بيقول لك حاليا موظفين في الدوله عمرهم اقل من 18 سنه كل لقوهم الكنترول الزمان كان لقام، الكلام ده انت سمع به ولا ما سمع به؟ فعلا يعني في احوال تحصل، انا نفسي كنت مع لجان بتاع كنترول تمام، لكن حقيقه ما وقعت في حاله انسان عمره اقل من 18 سنه توظف، ده حقيقه نكلم فعلا يعني الناس التوظيف بيكون بطريقه الاوراق، ربما الناس تزور الاوراق يزوروا ويجيبوا بسن اكبر اللجان ما تستكشفها ممكن صحيح، لكن ما ممكن يكون توظيف بامر اقل من 18 سنه، ده يعني حاجه مستحيل. واذا وجد الانسان ده اوتوماتيكيا منفصل من الوظيفه العامه عشان هو ما تم السن اللي توظف به. إذا توظف بطريقة يعني ما طريقة صحيحة ويكتشف يطرد من الوظيفة العامة عشان هو لسه ما وفى الشروط. تمام، يعني حتى هو لو حقيقيا لو في الواقع كأمره 18 ما عليك أمره 15 16 كل الميم أمك كنت زوروا الشهادة كل عمرك الميم زادوا، لكن أمره 18 كده ما ممكن يتوظف، ده كلام كنت بهجوك ولا ساكت؟ تمام. هو أعزائي المشاهدين، يعني احنا طبعا في البدايه في المفترض نعرفكم بسياده الوزير، وطبعا حاليا انتم بتشوفوا اسمه مكتوب تحت، لكن في بعض الناس اكون ما بيجري كل فيه. الوزير اسمه محمد الضيف ادم، وزير الوظيفه العامه والعمل الوزير محمد الضيف ادم. سياده الوزير، بالنسبه للشروط كده احنا عرفناها، الشروط واضحه جدا، واظن الناس اللي المشاهدين ايضا عرفوا الشروط. حدثنا عن اللجنه اللي شكلتوها قريب، ده لجنه تقوم بفحص الشهادات وتقوم بعمليه الكنترول، اللجنه دي حدثنا عنها واهدافها او الاوبجيكتيف حقها شنو؟ تمام. فعلا يعني في ايام الفاتت تشكلت لجنه، اللجنه تقوم وتبحث الناس اللي قاعدين يستعملوا الطريقه الماسهي ويخشوا في وظيفه العامه ويطحروا الشباب، يسدوا المجال للشباب اللي تعلموا بطريقه صحيحه ما يتوظفوا، لابد هذا الناس يكتشفوا
والعملية دي ما دحبها، العملية ده كان تكلم بها وزير الوزراء رئيس الوزراء في يوم قدم برنامج الحكومة في البرلمان، ومن القرارات 16 أي أساس مزير موجود بأن لابد الكنترول عن الأوديت عن الدبلوم وعن الأفانسيمان ده يبقى. ولأجل ده كان قلنا الحكومة قامت بهذا العمل وسوينا أبيل دوفر انترناسيونال، يعني دورنا أي مكتب عالمي بطريقة شفاف وفي مكاتب ترشو تقريبا 13 مكتب عالمي، ومن دونهم أيدنا واخترنا مكتب بجنسية بوركينابي من بوركينا. هو المكتب ده اسمه سيجيك أفريك، هو اللي بقوم بهذا العمل وبعمل أوديت لأي شهادات، كل الشهادات الموجودة يشوفوها يبحثوا عنها هل جات بطريقة صحيحة، يراقبوها يفتشوها من محلها القمن منها العدوى، بعد ذاك النتيجة نلقوها. اللجنة تؤينت ما بتقوم، في ناس ما فهموا هذا الشيء، يقول هذا اللجنة قمت تاني زي اللجنة الفاتت وقاعد تعمل، لا اللجنة دي هي من دورها تقوم تساعد المكتب فنيا، إننا مكتب فنية لجنة فنية تساعد فنيا من أجل يعني حصول على كل المعلومات، من أجل كم إذا في صعوبات جات يساعد بما يخص توجيهات المكتب ده اللجنة الفنية تقوم. إننا لجنة آخرة أولية في مثل ما ذكرت يعني رئيس الوزراء في رأسها، دي كمان لجنة أولية لاتخاذ القرارات لاتخاذ توجيه هذا المكتب. عم باكر إذا المكتب ده اكتشف عدد من التزوير أو اكتشف عدد من شنو كيف نعمل به، هذا ده دور عن اللجنة العامة دي هي تسوي. واللجنة دي مكونة يعني من الحكومة في رأسها رئيس الوزراء، فوق أقل من 7 أو 8 وزير، فيها النقابات كل النقابات الكبرى السنترال سنديكال كلهم قاعدين فوقها في هذه اللجنة، وإننا ناس بيرسون ريسورس قاعدين معنا في هذه اللجنة. إذن اللجنة دي يعني أم باكر تقوم وتساعد المكتب، إذا المكتب اتخذ قرار اللجنة دي تنفذه. ما لا جبنا ناس النقابات في هذا في هذه اللجنة، لأن إذا الحكومة براها عملت العمل مهما ما يكلف يكون في انتقادات. صحيح. مثل ما هسه تقول في ناس ما انتو شابل، الناس ما بتلمسوا موجودين انا ما نزين، في ناس ممكن ناس بيساعدون. اذا حبينا كل السنديكا النقابات تكون داخل اللجنة وهي تشرف على كل الأعمال من اللجنة الصغيرة إلى الكبيرة هم موجودين فيها، والنتيجة التطلع ده تكون الناس كلها تعرف نتيجة جاد بطريق صحي بمشاهدة في عين عن النقابات. نعم. ده الشيء اللجنة دي دورها تقوم بها. جميل. أنتوا حسا حاليا بتقول شكلتوا لجنة عشان اللجنة تقوم بكنترول للشهادات، وما الشهادات بس، حتى الأفانسيمان والتيتولاريزاسيون كل أيضا يدخل في الكلام ده. واللجنة ادت لجان ترشحت واخترتوا اللجنة من بوركينا فاسو، مكتب من بوركينا فاسو. ليه بوركينا فاسو بالذات؟ ما عندنا ان احنا خبراء في تشاد يقوموا بعملية الكنترول، ولا شنو اللي بخلي بوركينا فاسو عشان تقوم بكنترول الشهادات التشادية؟ حقيقة ما قدر ما نقول نحن ما عندنا مكتب في تشاد ما يقدر يعمل العمل، لكن هناك خبرات. صحيح. هناك في خبرات، والسوق كان بيجو هردة بكون فوق منافسة. صحيح. إذا جاء تنافس زول البوفي الشروط هو البفوز. في مكاتب كتير ترشحت، مكاتب أوروبية، مكاتب إفريقية، مكاتب تشادية، لكن ما وفى الشروط. بعد بدينا أولاني في البداية 6 مكاتب ما وفى الشروط مرقوا. تاني جينا في دورة تاني فيسة تاني، وكي جينا في الفيسة التكنيك أوفر تكنيك 3 مرقوا. من الثلاثة تاني رسلناهم في إدارة الأسواق العامة
الواحد ذاته ما يوفي شروط مرقوا فضلوا اثنين من الاثنين لابد ان نختار واحد من الاثنين. شفنا الاثنين ومكتب البركنابي عنده خبرات زياده ووفي شروط زياده من المكتب الاخر وفاز، والاختيار كان بكل شفافيه. يعني ناكد لك يوم المكتب البركنابي يعني لقي السوق واتصلنا بممثل بتاعه ناديناه، ما عندي ممثل هنا كله عندي يعني ناس بيجوا لكن ما في ممثل، اتصلنا بهم بحسب ارقامي ولقيناهم يعني اتعجبوا قالوا نحن سامعين في تشات الناس بهجوا برشوات وما ممكن زول يلقى سوق في تشات الا اذا كان قدم، ونينا حاولنا وشلنا ملفنا وجدعنا في لب الملفات ما زانين وما هارين بان نلقى هذا السوق. وهسه الدور مرق انينا لقينا السوق يعني نينا ما تاني ما نصدق اي زول يحجي برشوه في تشات. ده يعني نقول بكل صدق، وهم اذا جو يوم من الايام تقابلوهم ويأكدوا لكم هذا الكلام. جميل. انا كوزير ما شف اي مكتب الا ما جابوا لي اخر ملف هذا المكتب فاز. وانا رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه قلنا العمل الفني المهندسين التكنيسيان سووا بكل شفافيه نحن نعتمد ما نفتش ثاني. واعتمدنا هذا المكتب وفي لان هسه هو يقوم بهذا العمل. تمام. المكتب ده بيقوم بعمليه الكنترول للموظفين في الدوله. الموظفين في الدوله انت هسه قلت بسولهم كنترول دول، هل الموظفين العددهم بيساوي 73 و415 كلهم بصفه عامه ولا اللي موظفين كنتوا الخاصين التابعين للدوله 63000 المدنيين اقصد؟ الكنترول ده يقوم في المدنيين هسه حاليا بيقوم في 63000 مدني، لكن ما بخصهم كلهم. اننا موظفين ما عندهم شهادات. عندنا ناس مثل القرادي موجودين في العدد ده، عندنا ناس مثل الشوفيرات موجودين في هذا العدد. اذا الناس ديل يعني الكنترول ده ما بخص 63000 موظف. بخص الموظفين اللي دخلوا في وظيفة العامة بشهادات من بي بي سي باك إلى دكتوراه إلى بروفيسورة. ديل الكنترول ده بخصهم لهم هم. تمام. أنت بتقول لي حاليا أنكم موظفين في الدولة بدون شهادات كشفيرات ومثلا الناس القردي أو الحراس أو وغيرهم، دول ما بدخلوا من ضمن الكنترول. الناس الزمان كان وظفوهم ببي بي سي شغالين حتى الان، في ناس وظفوهم ببي بي سي شغالين حتى الان، دول شهادتهم البي بي سي ايضا بتخضع لعمليه الكنترول ولا ما دام البي بي سي ما فيش مشكله؟ البي بي سي ترضى للكنترول لان ان الملفات كلها موجود، عندنا هناك البي في البروسيس فيربال الحان الامتحانات، ناس اول يقولوا ما فيه، كله موجود كله قايد من انا سبعينات هناك كله موجود قايد. اذا ما في شيء بتحرنا ما نقدر نعمل هذا الكنترول. في تعرف في ناس توظفت ببي بي سي اليوم اني دكتوراه صحيح، لكن شيء دخلوا به في 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 وظيفه عامه شنو بطريقه كان مزور بي بي سي مزور، ما ممكن نقبلهم. ما ممكن نقبل بان انسان يدخل بطريقه ما صحيح وورا يترقى، ما ممكن. تمام. في ناس دخلوا الوظيفه، انت كلامك ده بجرني لسؤال ثاني، في ناس دخلوا الوظيفه العامه مثل ما قلت خلي بي بي سي، في ناس دخلوا بليسانس والليسانس مزور، دخلوا بليسانس والليسانس ذاتها فو دبلوم وحاليا موظفين في وزاره الوظيفه العامه، الناس دول بطريقه رسميه مسكوا شهاده الدكتوراه، جو دكتوراه حقتهم دي صحيحه ما عندها اي مشكله، لكن ما دامت الاساس ني، ما دامت الاساس بمعنى ما دامت الليسانس كني ده، الناس دول بيسووا كيف حاليا ده؟ وهم تو طبعا لغايه حصلوا الى ترقيات. الانسان ده الشهاده الخشيه فوق عينين الراقبه، اذا الشهاده ده ما صحيحه لابد يتعاقب. نشيف الشهاده الترقى بها. السو بارك لاسيما. اذا الشهاده ده ما صحيح ممكن ما صحيح يتعاقب. بعد ذلك نشيف الريكلاسيما مزور اكثر مزور. صحيح. ما زياده امس بس ما دات في يعني ثلاثه شهادات مزورين بان لقيناهم وسياده لابد يتعاقبوا. في اشياء زي دي موجوده ما قدر نشوف نقول شهادات بس. الترقيات ذاتها مزوره.
حتى الترقيات، حتى الترقيات مزور، الافانسيمان الافانسيمان مزور، مزور عجيب والله، مزور. الله يسلم أستاذ المشاهدين. طبعا يا جماعة الناي برجع للنار، عرب عرب بيقولوا الناي برجع للنار. في ناس زمان وظفوهم بشهادات مزورة أو فو دبلوم وقاعدين باكلوا سالير ساكت ما عندهم غرض، آتوهم دول الناس دول مهما كان كلها خلاص وطاتهم بطنجر، بمعنى أكل لك الأكلت ده ممكن ما يسلم، والبتاكلة في المستقبل بقى ما فيه. فالإنسان يا جماعة دائما يسعى إلى الأمل الصحيح، الأمل النيضة لابد يرجع للنار. بس وده الناس بيقولوا الكلام ده، الناس كان زمان بيقولوا عبارة عن كلمات تقال، لكن الآن أصبحت على أرض الواقع كده. الناس الموظفين في الدولة بشهادات مزورة قلبهم ما الوزير، الناس الموظفين في الدولة بشهادات مزورة دول قلبهم برفهم أسا حاليا، ده دايرين يعرفوا كأملكم ده بتبدو متى عشان تجموهم، إما أن يكونوا مقبولين وإما أن يرفضوا. اللجنة بتبدأ عملها متى؟ العمل ده بيقوم في أسرع وقت، في أسرع وقت. عندنا حس الترتيبات فنية إذا اكتملت نبتدي ممكن في أسبوع الجاي، ممكن أسبوع البجي هنا. يعني ما عندنا زمن وأمل يعني مسير للحكومة، لابد يبدأ في وقت أقرب وقت نبتدي إن شاء الله. ما دام المكتب اللي بيقوم بالعمل خلاص هو جاهز، هنا يعني في ترتيبات فنية بس فضلت، إذا انتهت العمل ده يبتدي، ما في شيء تأخير تاني، ما في وقت محدد نقول لك نمشي بعيد في أسبوع البجي أو أسبوع الهناك، لابد العمل يبتدي. جميل. مع الوزير أيضا في ناس اللي بدينا الحديث عنهم، في ناس بيقولهم فوق القانون أو انتو شابوا دول كلهم موجودين، الناس دول عندهم شهادات مزورة موظفين في الدولة، ما واحد يقدر يستطيع أن ينكر. وكان سألتهم بقول بشهادات مزورة بس هم بقودوا الناس دول، اللجنة هتواجه معهم مشكلة أكيد، أنتوا وضعتوا استراتيجيات تتعاملوا مع الناس دول كيف في المستقبل؟ يا أخي علي، أنا يعني نأكد لك، أنا خادم كموظف في هذا الكنترول، وما في زول يعني خدم كتير مثل لجنة الكوميسيون الكوميتي الكيب اللي أنا جاي فوقها. كل التأخيرات المهمات الصعبة الدوبل أمبلوا كلها أنا أكيبها كي بس يعني خدمها. إذن يعني ما وجدت من بدد إلى نهاية موظف ما مسؤول، ما وجدت زول جا قال لي دا زول دا ما تعمل لي كده ولا دا ما تعمله. هنا إنما علينا عدد بتاع موظفين تزور ونشيف عيخنا، أنينا نسجل، أنينا نكتشف، إذا زول لقيناه موجود عند التزوير مهما ما يكلف، مهما ما يكون ما قامت جاب طريقة ما سهي، لابد يتعاقب. صحيح. كل المواطن إن نفس الواجب ونفس الحق، ما دامت إن نفس الحقوق ونفس الواجبات، الحقوق القانون يتطبق في أي مواطن. صحيح. أي مواطن أجرم ما حصل نقوله ده مواطن أجرم وخلاص تدخل وجوده قدام الناس قال حق ما يقدم، ده كلام كتير بتقال، لكن ما أزين ما شيء ملموس حاليا نلقو نأثبت بهذا. لكن الناس تتكلم، ما في نار بدون، ما في دخان بدون نار. صحيح. ممكن يحصل أحوال، نينا بشر، في أشياء تحصل ما معروف، لكن أنا يعني حسب ظني وحسب موقفي أنا كوزير وظيفة العامة نائب هذا رئيس الوزراء، وحسب التعليمات اللي جينا من رئيس الجمهورية وتعليمات اللي جينا من رئيس الوزراء، ما ممكن أي زول يقول إن محل أو إن مقام أو إن خول يمرك من هذا المراقبة. إذا أنينا اكتشفنا زول إن شهادة مزور مهما ما يكون محله، لابد العقوبات التفرد في الجميع يكون فوقه. وإذا ما بقى إننا نخابات موجودين في لبنا، إننا صحافة قاعدين، خلي يعني يدنوسي يقولوا يعني في بشر كده أو شخص كده، ما هي ناس يعموا. صحيح. شخص كده أو بشر كده أو حاجة زي ده حصلت، أول وزير الكده لقي معلومات وقال زول كده ده ما يكونترولي أو زول ده عنده شهادة مزور ودوة خاتينا. تمام. والدولة الناس كلها واجب تساهم، الناس كلها واجب تساهم، تساهم في بناء هذا الدولة. ما نقول دولة ما يتبني بكل وقت ب يعني كريتيك نيجاتيف. نقول أنينا بس كلنا تشاهدين بلد ده هنانا كلنا، وكلنا نقول كل وقت أي شيء نقوله ده ما ده كده انتقادات سلبي، لا نشوف انتقادات ده يكون شغل مركز. الشيء كم إذا مركز وبيجي
دولة ما شالت مسؤوليتها وقت داك الناس تتكلم لكن واحد بس يطلق لك كلمة في شاري والناس شو اليوم يشوفوها ما مو ولا يكتبها في الفيسبوك يقول لك الفلانين والفلان والفلان دول ناس قويين وناس ما بقدروا بلمسوهم والكنترول ما بقدر بيجي فوقهم وهم دول اللي تلفوا الدولة. ما الفرق بين اللجنة الأساسية سوتوها واللجان اللي فاتت؟ لأن انت بتقول لي كان انت خدم في لجان كثيره خدمت في الكنترول وفي ناس عندهم فوق طلعناهم، لكن حتى المواطنين في الشارع وحتى الموظفين في الدوله بعرفوا كونه في لجان سابقه ايضا قامت سوت كنترول وطلعوا ناس، الاف الناس عندهم شهادات مزوره والاف الناس وظفوهم بطريقه غير قانونيه وما شفنا لهم اي اثر في الشارع، ما شفنا لهم اي كونسيكانس في الشارع او كمان تطلعون فوق قوائم كونه الفلان ابن فلان فلان ابن فلان دول الأربعة آلاف اللي بتشوفون في الدردر دول تم فصلهم نهائيا من الوظيفه العامه. فالفرق بين اللجنه الاساسيه الجديده دي شنو والفرق بين اللجان السابقه شنو؟ في لنيس ما ذكرتها الفرق كبير. الفرق اول اللجان السابقه نهنا تشادين موظفين عن الدولة ونراقب موظفين عن الدولة لكن اليوم جبنا مكتب أجنبي يراقب والمكتب ده له خبرات راقب في ستة أو سبعة دولة في ستة أو سبعة دولة وأدى نتيجة إذا هذا المكتب اشتغل جاب الملف بكل شفافية اللجنة مكونة ما من الحكومة من كل الطبقات الاجتماعية فيها نخابات فيها حكومة إذا دول كل الناس دول ما يقدروا يعملوا عمل شفاف ما يكون عمل وادي يعني عمل بدون أي انهياز ما أزين عمل آخر يكون أحسن من ده. جميل. هسه حاليا ده في كنترول جنرال، كنترول جنرال تابع للمفتشية العامة للدولة، هسه حاليا ده قاعدين بيسووا كنترول للشهادات سواء في التعليم الآلي أو في التعليم الثانوي. الفرق بين الكنترول الأساسي حاليا بقوم بعملية الكنترول للشهادات وللموظفين شنو من اللجنة الجنية اللي بيشكلوها؟ الفرق يعني مثل ما ذكر الكنترول الحصة قاموا به ده المفتشية العامة للدولة وده من مهمياتها كل سنة وكل وقت ممكن المفتشية تقوم وتعمل يعني تفتيش في أي جانب. إذا يعني ده من مهمياتها وعملها كل سنة تقوم به وتقوم تعمل تفتيش في المال في الميزانية في الموارد البشرية في الإمكانيات بتاع الدولة في آلات بتاع الدولة كل تقدر تحصى وتعرف كيف عمل الدولة يعني إمكانيات الدولة ماشي تسيرة كيف ده من حق المفتشية الوطنية. والتفتيش ابتدى ذاته هنا في عنجمينة وبنادو بيلوت يعني تجربة في أربعة أو خمسة وزارات ما اكتمل كل الوزارات ده الفرق. الثاني الفرق ده أمال أنا مثل ما قلت عن مفتشية قمه لكن هنا أوديت بمكتب عالمي المكتب العالمي يقوم يعمل عمل بدون أي تدخل بخبراته وهو يدينا النتيجة بس للجنة واللجنة تتخذ القرارات المعقولة لكل حال أي حال من الأحوال لابد اللجنة تعرف إذا زول توظف بطريقة ما صحيح شنو القرار اللي يؤخذ له هل ينفصل هل يطرد هل يعمل كيف ده يطرد بشنو يكفي الشالة أو ما يكفي ده اللجنة الواجب تسوي فوق حسب القوانين هنا البلد. الثاني زول توظف بشهادة مزور هل ترقى بشهادة مزور هل يعني نوقف ترخيته وخلاص يكون في محل الاول هل ينفصل مره واحد يعني نقط زيدته اللجنه وفي ناس ذاتك موظفين في وزارتين زول واحد بس موظف في وزاره التعليم العالي وبس موظف في وزاره الزراعه ذاتك قاعدين دول ذات اذا اكتشفوا حراميه زول اذا توظف في مجالين لا ما في القانون انا وظيفه العمل القانون 17 يقول الموظف ما يشتغل بدون توظيف ده اي عمل عند الراتب بشكل دائم لا في مجال البريفي إلا في أحوال معينة كالصحة في الصحة كفي البحث كفي التعليم العالي أشياء زي دي وفي تدريس لكن بعد ذلك ما في عمل آخر ممكن الإنسان يمشي يعمل عمل دائم ويشتغل في وظيفة العامة هو في وظيفة العامة ما ممكن يعمل ثاني عقد آخر ويشتغل يعني أي إنسان موظف في الدولة بشيل سالير
ما يحق له يمشي يسوي كونترا او يسوي تعاقد مع اي جهه اخر عشان بالتالي يشيل سالير اخر من الجهه دي اذا كان عمله دائم. دائم مثل لا ما يقدر يسوي. هذا ما كثير من الناس اليوم المال وزير الاشياء دي ما عارفينه والاشياء دي ذاتها ما هي الاشياء دي مال وزير محتاجه تنوير، محتاجه الناس ذاتها محتاجين توعيه. لابد وزارة الوظيفة العامة كل فترة تظهر في التلفزيون عشان توري الناس تقول لهم يا جماعة في شروط كذا في شروط كذا تنطبق على الموظفين، لأن في موظفين في الدولة وكلامك أنت بتقول ده أصلا ما سمعانين به، حتى الشروط اللي أنت ذكرتها في البداية دي في ناس أصلا ما عارفينها. فلابد وزارة الوظيفة العامة عشان توضح للناس الغموض القائد ده عشان نادي ما يمشي يقع في الغلط. أكيد اللجنة دي أنتوا لما شكلتوها وهسه حاليا اخترتوا لها مكتب عشان يقوم بعملية الإحصاء والكنترول ده، وضعتوا التصورات بالنسبة للشهادات دي المزورة، الموظفين بدبلوم فوق، الموظفين في محلين، الموظف بشهادة مزورة لكن في الأخير لقي شهادة صحيحة جابها كلها سوى ريكلاسامة ده كله عنده كلية قرارات، لكن هل وضعتوا ككون عقوبات محددة كي إذا كان واحد وجدته مثلا موظف في وزارتين ولا واحد وجدته موظف في بشهادة مزورة أو واحد عمره أقل من 18 بس وظفوه، هل الناس دول هل وضعتوا لهم عقوبات معينة عشان تنطبق فيكم ولا العقوبات دي تخلوها لغاية المكتب ما يخلص عمله حتى تشيلوها؟ لا ما نرجع لحد المكتب يخلص عمله. نحن كلجنة يعني هسا بدينا للعمل، نبدأ للعمل، وفي هذا مثل ما ذكرت القرارات ده كلها تدرس، وهناك القانون 17 للوادي السد في كونفونسيون بيبليك ده يعني وادي في احوال ده كله ما بيحتاج لشيء جديد. العقوبات موجوده ويطبق القانون. اللجنه تطبق القانون في احوال اذا ما جت واديها في القانون، وكذلك اللجنه تدرس اي حال بحال وتجي لها حلول وعقوباتها. لكن العقوبات موجوده في القانون، ما شيء جديد سواء اليوم. العقوبات هي موجوده في القانون الا تطبقوها بس الا تطبيق. جميل. الموظفين هسه حاليا اقصد الخريجين هسه حاليا معي وزير الوظيفه العامه هسه حاليا قاعدين بيتابعوك في التلفزيون وبشاهدوا الايميسيون او الحلقه، دايرين يسمعوا كلمه الوظيفه كيف تبدا متى، لان كل واحد منهم عنده دبلوم في تشاد. مصيبتنا اننا في تشاد الانسان اذا كان تخرج دائما بدور اللي يوظفوه، بس زولكي بيحاول بيشوف شغله ثانيه ما في اللي بدور اللي وظيفه. وهسه حاليا انت معانا، نستغل الفرصه نسالك الوظيفة في الوقت الراهن هسه حاليا بنتكلم فوق ده، وظيفة فيه ولا ما فيه؟ والوظيفة هسه قريب عندها سنة وزيادة كده قريتك ما مرق، السبب شنو؟ هل جمدتوها عندكم خطة معينة بس ولا السبب شنو؟ صحيح يعني هسه من 2016 آخر توظيف بيجي أكون في شهر 8 2016 يعني ما حصل توظيف، والتوظيف يعني يكون بطريقتين. الطريقة الأول التوظيف بيكون يعني الميزانية الدولة، في ميزانية الدولة بيحددوا عدد ناس الوظفهم في أي قطاع، بعد ذاك الوظيفة العامة تقوم وتوظيف الناس. وتاني يعني في توظيف آخر بطريقة تاني بنادو الرامبلاسمان ميريك، بعد الناس الفاتوا المعاش، بعد الناس الفاتوا دخلوا بإحسايم في محلات تكون فادية، لابد يجيبوا ناس، نوظفوا ناس يسدوا هذا الفراغ بحسب طلب الوزارات. إذن هسا عندنا وقت معين ما وظفنا فوقه، ما وظفنا لأجل شنو؟ في مشكلة هناك دايرين نضبط عدد الموظفين الحقيقيين في الدولة. تمام، دايرين نضبط عدد الموظفين الحقيقيين في الدولة. شفتوا سوينا كنترول عن السيمابي، أول البيومتري بيجي، بعد ذلك جاء السيمابي ده كل شنو؟ يعني دارين نضبط عدد الموظفين في الدولة. في خلل فني حصل في بعض من أحوال، تلقى في ناس يعني في الكنترول قالوا خايبين، أو في ناس في كنترول يعني أكثر في خياب قالوا ما فيهم، لكن أخيرا الناس ده موجودين سواء
يعني في ناس عندنا بيقولوا ديتاشما يعني عندهم انفصال في وقت هم سيادة شالوا يعني مثل تنازلوا في وقت معين من الوظيفة العامة قاعدين بيختموا في قطاع خاص في وقت ذاك هم عندهم حق يعني يلقوا ترقية هنام يلقوا لكن ما بلقوا راتب في الدولة راتبهم بيكون في محل وظيفتي ما جديد أشياء زي ده كله في ناس زي ده يعني ما شالوهم زي ناس ما في وفصلهم وفي أشياء واحدة يعني فنية خلل فني كأجهزة وناس مرقوا برا يعني حصل أشياء زي ده كله ده ما خلانا نضبط العدد عن الموظفين لا اليوم لعجل ده عدد الإنن الحالي الموجود يومي على الله إننا ناس يجوا يقولوا يكتبوا يعني أنينا فصلونا بكده فصلونا بكده رجونا أكثر أشياء صحيح. إذا الكنترول الباكر يقوم ممكن يدينا عدد الحقيقي حان الموظفين الإنهم راتب بصرفه في الدولة ده يعني شيء مهم ومن يعني الكنترول البيومتريك البيجي 2014 2015 وكده ماشي ناس توظفوا كثير تقريبا 15,000 وما دخلوهم الناس دول ده ما كنترولهم الناس دول كله قاعدين كده ما نعرفوا هل الناس ده حقيقة موجودين الناس ده كيف ديل كله هسه في أيام خطينا لجنة هسه خلاص اللجنة دي تقوم تراجع هذا الناس الناس اللي ما سووا كنترول بيومتريك ديل يقبلوا يراجعوهم ويخشوا في هذا البيومتري ده شبه بعدين نكلموا في هذا النقطة نلقوا عدد أي زول يعني كنترول بيومتريك يعني صورتا رقما أرقام كل قايد يخد يده زي ده توالي نعرف في ده موظف فلان موجود في محل الفلان وقاعد كده إذا في عمل زي ده كله قاعد لابد نحجه فوق إيش تمام بالنسبة للوظيفة هسه بتقول لي أنتوا وقفتوها أول وظيفة وقفت من شهر 6 أو شهر 8 2016 بسبب كونه عايزين تضبطوا الموظفين اللي قاعدين كي عشان تعرفوا عددتهم حتى تشولوا ناس آخرين ده سبب واحد هل في أسباب آخرة تتعلق مثلا بالأزمة لأننا عايشين دي ولا لا؟ صح الأزمة كل موجودة الأزمة كل موجودة اليوم من أداء من يعني من شيء أسباب اللي يخلينا نعمل كل الأعمال ده يعني الأزمة كل موجود اليوم ما هي أنا الموظفين بيجي يعني مرتفع زيادة اليوم مواردنا المحلي الريسيت لوكال هنانا ده كله يعني نكفي به الموظفين الدولة دايرة أشياء تانية دايرة الدولة دايرة تخدم دايرين يعني نستثمر ده كل ما نقول هناك بترول البترول يعني والسفانة حد شنو صحيح. حدود والسفانة إذن الموارد الموجودة إننا ده دي بنعتبر مواردنا المحلية والموارد المحلية ده إذا ما كفاية يكفي الموظفين ما كفاية يعني يشغل يسيء تسيير الدولة ما كفاية نقدر يعني نستثمر أو نقدر يعني نسي التعليم والصحة والياتي نقدر نستثمر هو ما ممكن نكفي كل الموارد الدولة بس راتب والدولة تقعد كده مو بقى إذن لأجل ده لابد عدد الموظفين يكون محصور ما الدولة وهذا يعني تكون في تعيين تكون يعني هي وهذا تدي العمل صحيح من دور هنا PND البيجي في البرنامج ده يعني تسجيه هنا القطاع الخاص القطاع الخاص في تشاد ده يعني تسجيه زيادة والحكومة ساعدت القطاع الخاص أمس يعني لقوا مستثمرين كتير فوجو بعد كده يعني التعيين ما يكون بتاريخ أنا وظيفة العامة بس لكن القطاع الخاص كله يشارك ممكن ناس يلقوا كونترا في الشركات وممكن يلقوا كونترا في بعض الـ 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 الشركات الخاصة بالنسبه انت بتقول لي حتى هذه اللحظه دي وظيفه ما في ده بسبب الخطه اللي انت هسه وضعتوها دي الناس الخريجين ما هم دائما بيتطلعوا الى وزاره الوظيفه العامه ممكن تحل لهم بعض المشاكل او يوظفوهم يدخلوا الدوله يلقوا لهم سالير هسه حاليا من هنا لغايه شهر 12 لغايه شهر 1 لغايه السنه الجديده دي في خطه للتوظيف ولا ترجو البديان عام 2018 في لمسي ما ذكرت التوظيف بيكون بطريقة بيجي كما خطوه في بيجي ما نقدر نوظفه صحيح. ده حالة وايد اثنين ما ممكن في نفس الوقت نراقب ونقول داير نعرف عدد الناس داير نعرف ياتو الصحي ياتو الماسحي ونشيل بورا ناس
إذا ما عملنا حاجة. صحيح. الموجود ده لابد يتصحح. نعرف عدد كم الفضل وكم النديفة. إذن يعني العملية ده كله يدينا يعني فرصة نقدر نوظف شباب. صحيح. أكثر الناس اللي شهادات مزورة لابد تغلي المجال لناس اللي شهادات الصحيحة، ناس جاب الشهادة الصحيح يخلوا لهم مجال ده يتوظفوا. ما ممكن ناس يزوروا أوراق وسنين يشولوا المحال مناسب وما أكيد زور أوراق يقدر يقدي واجب في الدولة. صحيح. واجب يقدي بطريقة صحيح ما صحيح. عشان كده نحن نرجع بعد هذا النتيجة نشوف النتيجة النهائية شنو أدانا. هل وجدنا عدد من التزوير، عدد من الناس الموجودين بطريقة ما صحيح في الوظيفة العامة يخلوا المجال الشباب يخشوا، بعد ذلك نبدأ التوظيف إن شاء الله. يعني أساب بعد عملية الكنترول وعملية المكتب الجديد اللي بيجي بيكون بعملية الكنترول دي يجي يكمل مهامة، حتى بعد ما تضبطوا القاعدين حاصلين كتعرفوهم ياتوم حتى ممكن تقدروا تشولوا عدد جديد. يعني ممكن أصل الموظفين 73,000 أو 63,000 المدنيين دل ممكن يطلع منهم 20,000 مزورين، بدلوا ممكن تدخل ناس تانيين، دي فرصة أيضا. الحاجة الثانية يعني احنا دايرين نتكلم عنها لكن المخرج يشير إليه الوقت انتهى. أنا دايرين نتكلم عن الناس الشبكة الموجودة أو الريزو الموجود في الوظيفة العامة الآن في جاد. أصبح لدينا مفهوم خاطئ جدا، الإنسان ما بوظفه في جاد إلا إذا كان دفع قروش، والكلام ده مع الوزير الناس كلها بتكلموا عنه وأصبح حقيقة واقعية. أكيد أنت بصفتك كوزير الشبكة دي أكيد بتسمع بها من جيت الوزارة. كلمنا عن الشبكة دي، هل سمع بها ولا ما سمع بها، وشنو خطتكم عشان تتعاملوا مع الشبكة دي، لأن بتدخل لكم ناس ما عندهم شهادات أحيانا وقد تدخلهم بقروشهم بس. فعلا هو يعني مثل ما ذكرت في أشياء تقال تكون صحيحة أما صحيحة ده يعني إنسان إذا ما لقيت الملموس أنت سيدة يعني اكتشفت ما تقدر تأكد. لكن مثل ما قبل أديت المثل ما يكون دخان ودون نار، لابد إذا في دخان نار قاعد بكان واحد. أحوال زي ده تحصل موجودة وما في وظيفة العامة، لكن ممكن يكون في إدارات الثانية. ونهنا يعني وضعنا خطط ومن جينا ابتدينا أول زيارة قمنا بدينا زرنا الموظفين كله في مكاتبهم وتكلمنا معهم مباشر وكنا معهم صريحين. نحن نخدم مع إنسان يعني أخلاقياته وسلوكياته كويسة. الوظيفة العامة دا الموظفين ده كله إني مراتب ما إني معمل آخر يسوي عملهم ده، بل إنما يدرسوا الملفات توظيف الناس ترخياتي والدولة بتكفي مراتب. ما ممكن لم يمشي يشيلوا تاني أشياء تانية أو قرص أو فلوس من الناس ويقول يوظفهم أشياء زي دي ما نرضى بها. تمام. وإذا حصلت نهنا قاعدين لابد زول العملاء يتعاقب ويتقدم قدام المحاكم. هذا سرقة ونهب. الناس اللي بيشيلوا قرص من الناس بيشيلوا دوسياتهم بيوظفوهم دول بعملوا عملية نهب. سرقة ونهب. تمام. الوزير خلاص الوقت تقريبا انتهى وأسئلة كثيرة جدا قاعد عندنا. في شباب رسلوا لنا في الفيسبوك أيضا أسئلة كثيرة جدا بيقولوا وجهوها لوزير الوظيفة العامة، ولكن للأسف الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أن احنا أكيد نخصص حلقة ثانية وثالثة عشان نتكلم معك في المواضيع دي، لأن مواضيع مهمة جدا وكل إنسان موظف في الدولة وإنسان عنده دبلوم محتاج يسمع الكلام ده من حضرتك. أن احنا في آخر الحلقة دي لا نستطيع إلا أن نقول لك شكرا لحضورك معنا في برنامج قضية للحوار، وإن شاء الله ستكون لنا حلقة ثانية وثالثة معك. شكرا. شكرا. يعني أخيرا نقول يعني بما يخص النقطة الأخير، هناك صناديق موجودة في الوظيفة العامة، يعني أي زول اكتشف أحوال زي ده هل يكتب ويخط في الصناديق. صناديق اقتراح. صناديق اقتراحات موجودة. إذا في أشياء يعني ذات نخط من اليوم يا ناس يا كل أسبوع يفتح الصناديق ده يشوف شنو الحاصل. إذا شيء ملموس بقى خليه يورونا. نحن يعني تأخير الملفات قلنا نحارب. ما ممكن ملف يكون 3 يوم في مكتب عن إنسان. لابد يمشي. أسباب الأخرى يقولوا أكثر ملفات اللي بيجيب مشاكل يقولوا رجيه.
اذا مكتب انت الملف جه في محلك وما كويس ترجع ما تقر محلك او تخط محلك ده ترجع ده ورينام يرجعوا محل جاء ويفشل الناس ذات يعرفوا الشيء ده خلاص هم رجعوا لكن التاخير الاكثر محلات الثانية ما في وزير ما في وزارة الوظيفة العامة يعني وزارة الوظيفة العامة الدوسيه كي بيجي فوقها ما بطول أكدنا أنينا كل ما جينا نراقب ونشوفه الزول اللي سجل يوم متى يعني في كوريا جابوا متى وليه في محلي متى ويخرج متى قاعد نراقب نشيف لكن محل التأخير محلات ثانية محل التأخير يا جماعة محلات ثانية وزارة الوظيفة العامة كل الدوسيه جا فوقها مرور الكرام وما ما بطول فوقها كان نفسنا نتكلم أكثر من ده نتكلم في المشاكل الموجودة في الوظيفة العامة والشهادات المزورة والبلطجية الموظفين في الدولة بأكلوا أموال الدولة بالباطل دول كنا نتكلم عنهم لكن الوقت ما سمح لنا وإن شاء الله ستكون لنا حلقة ثانية وثالثة في برنامج قضية الحوار مع وزير الوظيفة العامة والعمل إذا كان لديكم اقتراحات أو أسئلة اكتبوها في الفيسبوك إن شاء الله نحن الصفحة أنت موجودة في الفيسبوك أكتبوا أسئلتكم ونوجهها لوزير الوظيفة العامة مع الوزير في آخر الحلقة لا يسونا إلا نشكرك وإن شاء الله ستكون لنا حلقة تانية معك إن شاء الله شكرا مع الوزير شكرا شكرا لكم المشاهدين مشاهدي برنامج قضية للحوار وإن شاء الله سنلتقي في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار وإلى ذلك الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته.